المعتاد في انتظار التحاق إخواننا بنا في هذه الجلسة، نبدأ ببعض التعليقات التي تفضلتم وأكرمتمونا بها في هذا اللقاء. أخونا من الداخل كعادته الحرية لعادل عبد المالك إن شاء الله، والجنرال علي الحاج في السجن إن شاء الله، وجزاك الله خيرا أخي أنور، وجزاك الله خيرا أخي محمد أنت أيضا. أخونا مغربي قال متى كان إعلام العسكر على صواب؟ عمرهم العسكر لا يكونوا على صواب، حتى في الحروب دائما يخطئون، فضلا أنهم يدخلوا ملعب السياسة، إذا دخلوا ملعب السياسة عبثوا بكل شيء. أخونا أو أختنا إيناس، موقف إسبانيا من مغربية الصحراء غير قابل للتغيير، لأنه موقف الدولة العميقة تماما كما هو موقف الولايات المتحدة، حتى المغرب يدعم جهود المبعوث العام، هي المبعوث الأممي. شكرا على مرورك وعلى رأيك، إن شاء الله راح نتحدث في هذا الموضوع خلال هذه الحلقة. أخونا عبد اللطيف طه، تبون بخطابه العجيب، 1,300,000 متر مكعب في اليوم، أراد إغراق الجزائر ويجعلها دولة منكوب. لا مشكلة، مش هنا راح يفرغ البحار والمحيطات وما يخلينا لا البحر الأبيض ولا البحر الأسود ولا البحر الأزرق ولا البحر الأحمر ولا البحر الأصفر، لا كل البحور والمحيطات كل راح يجففها في أسبوع. المهم أيضا سجى، موقف إسبانيا من الصحراء المغربية ثابت، شكرا على مرورك. أيضا نور الدين قال مغربية الصحراء لا نقاش فيها، بارك الله فيك أخي على مرورك الطيب. الأخ مصطفى، الله الوطن الملك رغم كيد الكائدين والصحراء، والله ينصركم أخي أنور، شكرا لك أخي مصطفى على حضورك ومرورك ومتابعتك. أيضا جلال ملاك، لا ليس إعلام العسكري كما تدعي بل إعلام الخائنين والكذابين فقط، شكرا على كل حال رأيك يحترم مهما كان. أيضا أخونا قالنا السلام، سلام أنور مالك، شكرا أخي زموري بارك الله فيك. أيضا وعليكم السلام، شكرا على مروركم. توفيق قال حياك الله، حياك الله أخي الكريم. أخونا أو أختنا نزهة أيت حسين، السلام عليكم، وعليكم السلام أزول، أزول أم القرآن. رشيد قال بون كوراج، شكرا أخي. أخونا أيضا قال السلام، وعليكم السلام ورحمة الله أخي خالد. أيضا الصحراء أرض مغربية، وإن انقلب سانشيز على عقبيه فلن يضر المغرب في شيء، شكرا أخي بلال على مرورك. أخونا من الداخل كالعادة أخونا محمد، الحرية لعادل عبد المالك إن شاء الله وكل أحرار العالم إن شاء الله أخي الكريم. وهل أفلح من تودد من الشيطان؟ لن يفلح من حيث أتى طبعا، شكرا أخي بلال. الأمازيغي المغربي شو يقول؟ السلام عليكم ورحمة الله، بتحياتي لك، نريد أيضا أن تتحدث عن مقاله ناصر بروتة في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الجزائر، سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أيضا بلال، أطلب من الله العيد القدير أن تمر هذه الأيام على أخيك بردا وسلاما، آمين أخي الكريم. أخونا أيضا حمداوي من وجدة العزيزة على قلبي، وعليكم السلام، شكرا لك ولأهل وجدة الكرام جميعا. حياك الله يا أطيب الخلق، يا أخي أخي لا، ما أنا أطيب الخلق ولا أفضل الخلق، والله هذا نبل منك فقط، رفعتني إلى ما هو أرفع مني بكثير. على كل حال الله يجعلنا في عيون الكثيرين طيبين، وهذا يكفينا. أتمنى الإفراج عن شقيق من قبضة شياطين شمال أفريقيا، شكرا أخي عزيز، اللهم آمين. خلينا نزيد ونشوفه.
السلام عليكم أستاذ أنور، أنور الله أيامك، الله ينورك أخي وينور أيامك أنت أيضا. أيضا أخونا خلاص سعيد ندير، تحياتي ليك وأحبك الله الذي أحببتني في أخي الكريم. أخونا إبراهيم قال أتمنى أن تتوقف عن قراءة التعليقات والدخول في الموضوع مباشرة كما كان معمول به سابقا. أخي إبراهيم، قبل ما كنت نعمل مباشر كانت حلقاتي كلها مسجلة ويجري تركيبها، أما اللحظة هذه لما أدخل مباشر ننتظر شوية حتى يلتحقوا بين المتابعين ثم ندخل في الموضوع على طول. أصبر علينا، الله يرضى عليك، وتستطيع ما تدخل في البداية يا سيدي تأخر حتى نمروا هذه التعليقات. وطبعا نزولا عند رغبة أخونا إبراهيم نختم هذه قراءة التعليقات بتحياتي أخي الكريم، وأيضا الله يفرج هذه الدعوة الجميلة، يفرحك الله يفرحك بأخيك أخي أحمد. شكرا لك وبارك الله فيكم. شكرا لكم إخواني الكرام، نأخذ بعض التعليقات على الخفيف، وعذرا طولت عليكم كثير كثير جدا، وإن شاء الله دقائق ولا دقيقتين فقط نضيفهم ونختم الجلسة. زارة الله يحفظك أخي أنور مالك، وفك الله وأسر أخوك شقيقك من يد الطغم العسكري المجرم، بارك الله فيك وربي يحفظكم جميعا. مبروك عليكم بوليخا زاريو. شكرا موسى. مبروك عليهم مش علينا، احنا قلنا بأن هذا بلوى حلت علينا وخلاص. تيم المشكل الجهل بالقانون، بارك الله فيك. الأخ فاروق قال واذكروا كلامي جيدا، شكرا أخي فاروق. نعم ذكروني هنا الشباب، قال لك باللي راهو عمر هلال. حقيقة نعم، أنا ما قلت ربما في جلسة أخرى، يعني جيد أنه هذه الجلسة اللي يتكلم فيها سانشيز كانت رأسها عمر هلال ممثل المغرب في الأمم المتحدة. قال لك أظن أن المغرب حسم الملف فقط، يحاول مجاراة العالم حتى يكون داخل ضمن المنظومة الدولية ولا يتحرك خارجها. نعم أخي رضا، أنا في تقديري أن المغرب، أنا شفت في الداخل أن المغرب حسمها داخليا، ولم يبقى ليها إلا بعض الرتوشات والبروتوكولات وأمور دبلوماسية يقتضيها مثل هذا العمل على مستوى على مستوى العالم. يعني أمور المغرب يفهم كثير في أمور الدبلوماسية، ويعلم جيدا أن الأمور كي تحسمها داخليا تبقى لك الرتوشات خارجية. أشرح له واقعي. المهم واحد يقول لي الصورة تتوقف يا أخي، والله من شدة التبليغات أخي الكريم، لأنه أنا أقولها لكم قناتي هذه في أي لحظة، ومحتمل جدا أنها يتم توقيفها لأنه فيها تبليغات وأعطيت أوامر لعدة جهات جيوش إلكترونية في الاستخبارات والكازرنات أن يجري التبليغ على أي بث مبث. لذلك دائما غدا بإذن الله يتم تركيب الحلقة لمسجلة للناس اللي أزعجهم هذا البث بهذه الطريقة، يقدروا يشوفوها بإذن الله تعالى مسجلة وبطريقة جيدة أفضل بكثير. الشرعية هي الحكم الذاتي، الحكم الذاتي نوع من أنواع تقرير المصير متفق عليه دوليا، هذا أمر مفروغ منه. نختم كلمات خفاف وظراف وبارك الله فيكم جميعا، نحن في ذلك الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا أخ يونس، تحياتي إليك أخي الكريم. أنور ذبيب العسكر. شكرا لي. أخونا أيضا يونس قال لك والله مسخين بك سي أنور. شكرا أخي الكريم، والله أنا طولت عليكم كثير وبارك الله فيكم، سندعمك أينما كانت القناة. بارك الله فيكم، في قناة سموها أنور مالك لايف، هذه القناة راهو نرجو من جميع الاشتراك فيها، لأنه أنا أقولها لكم صراحة في أي لحظة ممكن تحتمل، لأنه رجعوا الفيديوهات يتم عملوا لي بلوكاج لعدة حلقات قدم، ما أدري ماذا يحدث، لكن على ما يبدو أنه حسب المعلومات اللي جات أنهم يريدون غلق هذه القناة وخلاص. رضا سندعم الحق أينما وجد بإذن الله، ونحن معكم في السراء والضراء. بارك الله فيك أخي رضا. بدل التركيز الأخ بغود، بغود عفوا المصطفى،
بدل التركيز على التنمية يتم استنزاف البلاد في هذا الملف. صدقت والله صدقت، لأنه هذا الموضوع حوله العسكر إلى بلوى، لكن هم مستفيدوا منهم، الشعب يضيع أمواله بطريقة بائسة للأسف الشديد. الأخ إبراهيم، نحن شعب واحد فلا داعي لتبادل الألفاظ. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أنت أيضا على هذه الكلمة الطيبة. ونختم هذه الكلمة بأخ منيم، تحية لك، واصل ولا تبالي، الله أطلق صراح أخوك. على كل حال إخواني الكرام، وشرحنا ماذا سنقول يعني ونختم به هذه الجلسة. أشكركم جميعا من قلبي ومن كل وجداني على حضوركم ومشاركاتكم وعلى كلماتكم الطيبة، سواء التي عرضناها أو لم نعرضها. وبلا أدنى شك عندما أجد متسعا من الوقت دائما أعود للتعليقات وأقرأ الرسائل التي تصلني عبر الواتساب وعبر الإيميل، كلها أقراها. حقيقة بارك الله فيكم جميعا. هذه الليلة أيضا معرض الإيميل كالعادة، إن شاء الله في الحلقة القادمة سنعرضه لكم. واللي يرسلنا، وفقط أنبه أمر آخر وأخير في قضية الواتساب، يا جماعة الواتساب لا مستعمل للكلمات، رجاء أرسلوا المكتوب فقط، وإذا في أمر يحتاج إلى التواصل نتواصل. أما فيما يخص تلك السيدة والأختنا الكريمة اللي تبرعت بخاتمها، وتكلمتكم في حلقة ماضية بأن هناك من يبحث يريد مساعدتها، الحمد لله وصلني رقمها وأعطيته إلى هذا الشخص وقدم لها مساعدات، وتكفل بهذا الأخ مغربي يقيم في ألمانيا، تكفل لها بأجر بصفة مستمرة، وأيضا تكفل بها أن يكون دائما في كل عيد عندها الأضحية نتاعها، جزاه الله خيرا. وارسل لي حتى التسجيلات الصوتية نتاعها وهي تتواصل معها، وأرسلت له حتى بطاقة تعريفها الوطنية، وأرسل هذه كل الأمور موثقة، جزاه الله خيرا. وأرجوكم والرجاء لله وحده أن تدعو له بكل خير، وأن يبارك الله في ماله وفي رزقه، راه قدم لها شيء وراح يكون مستمر بإذن الله تعالى.